نظرية VSEPR. في عام 1957 جليسباي وني هول قام بتطوير نظرية بسيطة لأشكال الجزيئات للمركبات التساهمية تسمى نظرية تنافر أزواج إلكترونات غلاف التكافؤ. ولفهم هذه النظرية سوف نركز على بعض النقاط الرئيسية. اعتبر أن واحد أكسجين وذرتين هيدروجين. ذرة الأكسجين تمتلك 6 إلكترونات في غلاف تكافؤها، بينما ذرة الهيدروجين تمتلك إلكترونا واحدا في غلاف تكافؤها. الأكسجين يشارك بإلكتروني تكافؤ مع ذرتي هيدروجين. جزيء الماء المتكون يملك زوجين إلكترونات مرتبطين وزوجين إلكترونات صوريين غير مرتبطين. وبموجب نظرية VSEPR 3 أنواع مختلفة من التنافر الإلكتروني موجودة في المركب التساهمي. 1. زوج إلكترونات حر، تنافر زوج الإلكترونات. 2. زوج مرتبط، تنافر زوج مرتبط. 3. زوج إلكترونات حر يتنافر مع زوج مرتبط. تكون كمية التنافر أكبر ما يمكن بين زوج حر وزوج حر، يتبعها بين أزواج حرة ومرتبطة، وأخيرا بين أزواج مرتبطة. هذا التنافر الإلكتروني بسبب عدم ثبات في الجزئين. بالرغم من اكتساب ثبات أكثر ما يمكن، أزواج الإلكترونات تضع نفسها على أجزاء أبعد ما يمكن لتحضير جزيء الماء في شكل هندسي في. بالرغم من القيمة العظمى للثبات هنا، تكون الزاوية بين ذرتي الهيدروجين 104.5 درجة. هناك نوعان من الهندسة الموجودة، تماثل وتشوه أو عدم انتظام. لو أن ذرة مركزية للجزيء التساهمي تحتوي على كل أزواج الإلكترونات مرتبطة، هندسة الجزيء تكون متماثلة. على سبيل المثال ميثان، الذرة المركزية لهذا الجزيء التي هي الكربون تحتوي على 4 أزواج إلكترونية مرتبطة. هنا قيمة التنافر متساوية في كل 4 أزواج الإلكترونات المرتبطة. وعلى ذلك فإنهم يأخذوا أوضاعا عند زوايا 109 درجة 28 دقيقة كل واحد من الآخر. هذا يعطي شكلا هندسيا هرما رباعيا متماثل للمثال. وعلى العكس لو أن الذرة المركزية للجزيء التساهمي يحتوي على أزواج مرتبطة وأيضا أزواج إلكترونات حرة، سوف تتشوه هندسة الجزيء وتكون غير منتظمة. اعتبر جزيء الأمونيا، الذرة المركزية لهذا الجزيء التي هي النيتروجين تحتوي على 3 أزواج مرتبطة وزوج واحد حر. كما نعلم أن كمية التنافر تكون عالية بين الزوج الحر والأزواج المرتبطة، أعلى من تلك التي بين الأزواج المرتبطة. وكنتيجة لهذا زاوية الربط بين 3 أزواج مرتبطة سوف تختزل من المتوقع من 109 درجة و28 دقيقة إلى 107 درجة. هذا أظهر تشوه الهرم الرباعي أو هندسة الهرم الرباعي لجزيء الأمونيا. في نظرية VSEPR نحن درسنا كمية التنافر الإلكتروني. زوج الإلكترونات يضع نفسه أبعد ما يمكن للحصول على أعلى ثبات ممكن. والنظرية تشرح اختلاف الترتيب الهندسي في المركبات التساهمية التي تعتمد على وجود أزواج إلكترونية حرة أو مرتبطة. على سبيل المثال جزيء الميثان يمتلك 4 أزواج مرتبطة ولا توجد أزواج حرة من الإلكترونات، وهذا يعطي الشكل الهندسي للهرم الرباعي المتماثل في الميثان. ومن ناحية أخرى المركبات مثل الأمونيا تملك زوج إلكترونات حر بجانب الأزواج المرتبطة، وهذا يسبب تشوها في هندسة هذه المركبات.